السلام عليكم ورحمة الله، وياكم الطالب حسين محمود من جامعة العميد. نكمل شرح فسلجة العضلات والأعصاب البارت الخامس. انتهينا من شرح النيورون الأعصاب وانتهينا من كل شبهة. نطب جزء ثاني من المحاضرة اللي هو أو من البي دي اف اللي هو المصل، تمام، العضلات. هسه نجي نشوف شنو شغل المصل. اسكليت المصل، هاي أول شي راح ناخذ الاسكليت المصل. General function of skeletal muscle، وظائف عامة راح ناخذ عنها. Movement، maintenance of posture، يعني الحركة وتحافظ على القوام مال الإنسان والوضعية مال الإنسان. Stabilization الثبات of joints، ثبات المفاصل. وtemperature homeostasis، يعني شنو المحافظة على درجة الحرارة. باختصار كلمة homeostasis جدا كلمة مهمة، باختصار بتوضيح عنها. الهوميوستاسيس مثلا صار ارتفاع بدرجة الحرارة هي تنزلة، صار انخفاض بدرجة الحرارة هي الصعدة، صار تسمم هي تعالج هذا التسمم وتتخلص من عنده. مثلا صار الهارت ريت ازداد، تحاول تنقص الهارت ريت. مثلا صار عندنا مثلا خلل بالرجل، فرضا باحد شرايين الرجل، هي تعالج هذا الخلل. وصار عندنا خلل مثلا بالدماغ، هي تعالج هذا الخلل. ايش نستنتج؟ انه الهوميوستاسيس لا هي ستراكشر ولا هي عضو ولا هي اي شيء، هي عباره عن نظام موجود بداخل جسم الانسان يحاول يصحح الاخطاء بكل بساطه، هي هاي الهوميوستاسيس. هسه نبدي بسم الله. مصل سيل از ذا فايبر، تمام، خلية عضليه هي اللي في العضلي. ات از سراوندد باي ساركولم، تمام، اللي هاي المصل سيل، هاي مصل سيل وهاي الفايبر، هاي الفايبر اللي هو اللي في العضلي. surrounded by sarcolemma. sarcolemma شنو هو؟ غلاف النووي، او عفوا غشاء البلازمي، البلازما ممبرين. البلازما ممبرين بالخلية العضلية اسميه sarcolemma. there are inward invagination، يعني معناها اكو انبعاجات الى الداخل. from sarcolemma من الغشاء، شو اسميها هاي تيوبلس، انبعاجات اسميها تيوبلس. المصل فايبر is also composed هاي التي تيوبلز، بالمناسبة هاي الانبعاجات، خليه باللون الأحمر، هاي الانبعاجات، هذا الساركولم الغشاء البلازمي، هاي الانبعاجات تعبالك هي نوكلاي؟ لا، بس هي عبارة عن انبعاجات إلى الداخل. هذا شوفه inward invagination، انبعاج إلى الداخل، أسميه تي تيوبلز. مصل فايبر is also composed of sarcoplasmic reticulum، شبكة البلازمية الداخلية، الSR sarcoplasmic reticulum اللي هي الاندوبلازمك reticulum نفسها. شو تسوي هاي؟ which store large amount of calcium ions، يعني تخزن لي كميات كبيرة من ايونات الكالسيوم. الساركوبلازمك reticulum lie on both side of T tubulus forming، هذا الحكي مهم، forming what is called sarcotubular system. شنو هالحكي هذا؟ هذا الساركوبلازمك reticulum اللي هي هاي الشبكة الصفراء، شوفوها الشبكة الصفراء. On both side، من هذا side أكو T tubules اللي هو هاي الانبعاجات اللي الداخل تكمل لهنا وتكمل، هاي T tubules. ومن الجهة الثانية، يعني من ذي الجهة، إحنا هسا 2D المفروض هو المنظر 3D، من ذي الجهة أيضا أكو T tubules، تمام. فساركوبلازمك ريتيكولم هاي الصفرة، هاي الصفرة من جهتين محاطة ب T tubules اللي هو خلنا نقول هذا T اللي هنا ينزل ويحيطها، وهذا T من هنا ينزل ويحيطها. المهم شو نسمي هذا النظام؟ ساركوتيوبلر سيستم، عبارة عن سيستم مكون من ساركوبلازم كريتيكولم والأنابيب اللي تحيط بيها، اللي هي التيتيوبل اللي تحيط بيها على الجهتين، تمام. The muscle fiber contains sarcoplasm اللي هو السيتوبلازم مع المصل سيل. بكل بساطة هي الخلية العضلية أو الليف العضلي يحتوي على سيتوبلازم اللي هو ساركوبلازم، ويحتوي أيضا على مايوفايبرولز اللي هي اللييفات العضلية، تمام، اللييفات اللي هي هاي المايوفايبرولز باللون الأخضر، هاي شوفوها، هاي الزغار النقاط، هي هاي المايوفايبرلز اللييفات العضليه، تمام، او هي هاي بالاحرى هذا اي. ومولتيبل نيوكلاي، متعدد الخلايا طبعا ما دام سكليت المصل. ميتوكوندريا 100% ان اديشن تو ذا اذر سيلولار كومبوننت، يعني مكونات الخليه البقيه. المهم مايوفايبرلز، نوب راح نتعمق، راح ندرس المايوفايبرلز. مايوفايبرلز ار اولسو كومبوست اوف مايوفيلمنت اللييف العضلي، اللييف العضلي اللي هو هذا، تمام، اللييف العضلي اللي هو هذا، اللي هو مقهى نعتبر مقطع عرضي من هذا مكبر، هذا اللييف العضلي. يتكون ايضا من وحدات اصغر نسميها مايوفيلمنت اللي هي خيوط عضليه، اكو ثيك وثين. ثيك
اللي هو هذا ثيك معناها سميك، و ثين اللي هو هذا نحيف. تمام. Contractile element thick and thin. Contractile element عناصر يعني القابلية على التقلص، وفي skeletal muscle عناصر لها قابلية على التقلص أو خيوط لها قابلية على التقلص بالعضلات الهيكلية. which give the muscle هاش تسوي شنو وظيفتها؟ is starvation، تعطي العضلة الهيكلية شكلها المخطط. هيا هي thick myofilament thick and thin contractile element. The function هذا الحكي مهم. The functional unit of skeletal muscle اسميها sarcomer، الوحدة الوظيفية مال العضلة الهيكلية اسميها sarcomer. هسا نجي نعرف شنو معنى sarcomer. هسا انتهينا من هذا السلايد، نعبر على السلايد اللي بعده. هسا ندرس sarcomer. تمام. هذا sarcomer يتكون منين؟ sarcomer من عدة مكونات. اول شيء الايبان، هاي الصورة جدا مهمة فهم هذا السلايد قبالنا. اول شيء الايبان، هذا الايبان، شوفوا الايباند منين يتكون. بالمناسبه هاي ثيك وهاي ثين، هاي السميكه وهاي النحيفه. تمام. هسه الايباند، الايباند اللي هو دارك ان ايزوتروبيك باند، معناها عصبه مظلمه وغير منفذه للضوء. تمام. دارك ان ايزوتروبيك كومبوست اوف، منين تتكون هاي الايباند؟ تتكون الايباند هاي وين تتكون؟ من المايوسين ثيك فيلمنت. تمام. هاي الاي باند من هنا، من خيوط الثيك اللي هي المايوسين، والخيوط الثين اللي هي الاكتين. هنا تتكون فقط من المايوسين، من هنا لهنا هذا اللون الاخضر فيلمنت. اي باند، هاي الاي باند من هنا لهنا. تمام. الاي باند لايت ايزوتروبيك باند، معناها عصبه او حزمه يعني منفذه للضوء هيجي ايزوتروبيك. المهم هي دارك، ذيك دارك ان ايزوتروبيك، هاي لا لايت ايزوتروبيك. تتكون من اجزاء منين؟ من الاكتين ثين، الاكتين الثين النحيف فيلمنت. نوت، هاي حلوه او مهمه، نوت اوفرلابد باي مايوسين. يعني شنو؟ يعني هاي الاي باند اللي قبالنا خالصه فقط مايوسين، عفوا فقط اكتين، خالصه فقط اكتين ما مسوايه بال. نكمل، وصلنا للاي باند اللي هو الثاني، الاي باند لايت ايزوتروبيك باند، يتكون من الاكتين فقط، الاكتين اللي هو ثين، الاكتين النحيف اللي هو هذا باللون الازرق بالصوره. نوت اوفرلاود باي مايوسين، يعني الاكتين الخالص غير المتداخل مع المايوسين. هذا شوفوا لحد الان هسه هذا المايوسين لو ممتد لهنا كان صار اوفرلاود، بس ما ممتد هو، لذلك فقط مايوسين، عفوا فقط اكتين، مو هو اثناء تقلص العضله هذا الاكتين يمشي لهنا والمايوسين يطب لهنا فيصير اوفرلابد. بس الاي باند، الاي باند فقط ايش اسمه، فقط اكتين بدون اوفرلابد ويا المايوسين، لان الاوفرلابد يصير اثناء الكونتراكشن. تمام. الاتش باند، هاي الات زون، الاتش باند نفس الشيء، كلها نفس الشيء، اي زون، اي زون، اتش زون او باند نفس الشيء. وذن اي باند، يقول لك الات زون هي جزء او بداخل، موجوده وين؟ بداخل الاي باند. وهذا الشيء ترى جدا بسيط، يعني هذا السلايد ابد كل تعقيد ما بي. وذن الاي باند فيزبل اونلي ان ريلاكسد مسل. تمام. فقط تقدر تشوفها اذا العضله بها ريلاكسيشن، يعني العضله اذا كونتراكشن قلنا هذا يروح لهنا وهذا راح يطب لهنا. تمام. او المايوسين وال شو اسمه الاكتين والمايوسين راح يصير بهن اوفرلابد، يعني راح يداخلن وحده ببطن الثانيه، فالادزون راح تنمحي باعتبار المايوسين يجي لهنا وهذا المايوسين، عفوا الاكتين يجي لهنا وهذا الاكتين يجي لهنا، فراح يصير ان الادزون راح تنمحي، لذلك تشوفه فقط اذا العضله بها ريلاكسيشن. ترى الموضوع جدا بسيط. الام لاين، الام لاين بايسكت الاتش باند. تمام. هذا الام لاين، الام لاين هو عباره عن خط هنا موجود، هذا الام لاين هو اصلا عباره عن بروتين، ترى بالمناسبه هذا الام البروتين هو يلزم الاتش، يلزم الخيوط الثيك اللي هي المايوسين. الام لاين بايسكت الاتش باند، يعني يشطر الاتش باند، يشطرها بالنص، وهذا شيء واضح جدا. زي ديسك او زد ديسك ميد لاين ممبرين، هذا شوفوا الزد ديسك هذا جدا مهم، هذا وينه او ايه هيك خليه، هذا زي ديسك
جدا مهم هذا الديسك. ليش؟ لأن هو ميدلاين ممبرين، يعني معناها عبارة عن غشاء موجود بالنص مال الاي باند، بنص الاي باند موجود هاي بالميدل مالتها. شو يسوي هو؟ كونكتينج مايوفيبرال توجذر، يربط الليفات العضليه مع بعضها البعض. ليش؟ لان هسه هذا منا ليف، هذا كله ليف عضلي، وهذا ايضا ليف عضلي منا، وهذا ايضا ليف عضلي منا، فهو يربطهم توجذر وبالتالي يحقق الترابط العضلي. يعني هو زي ديسك، يعني ديسك رابط ما بين كذا وكذا، اللي هي بتوين تو ماي كونكتينج مايوفيبرلز. الساركومير شنو هسه نستنتج؟ انه الساركومير ريجين، منطقه بتوين المايوفيبرلز، او عفوا منطقه من المايوفيبرلز بتوين تو سكسيسيف ديسك، تمام، او زي ديسك. ساركومير، ساركومير ريجين اوف مايوفيبرل، منطقه من الليفات العضليه اللي هي هاي المنطقه بشكل عام، هاي اللي قبالنا، تمام، هاي المنطقة، هاي المنطقة كلها ساركومير، هي وبروتيناتها اللي درسناهين، والاتش باند والاي باند وكل الباندات كلها اللي درسناها، هاي عبارة عن ساركومير. فقل لك تعرف الساركومير هو عبارة عن منطقة اللي هي بالبرتقال اللي اشرتها، منطقة من الليفات العضلية محصورة بين زي ديسك متتاليان، تمام، يعني ديسكين متتاليين سكسيسيف متتالي بين هذا الزي ديسك الاول وهذا الثاني، فهي المنطقه المحصوره بيناتهم اللي هي ها. بكل بساطه هو هذا كل شيء عن الساركومير، وشغلات جدا بسيطه ما بيها كل تعقيد. مولكيولار كومبوزيشن اوف ثيك اند ثين مايوفيلمنت، هاي هم مهمه جدا، مهم الرسم الموجود جوه، يعني التكوين الجزيئي مال الثيك والثين مايوفيلمنت، هاي الخيوط اللي هي ثيك وثين اللي هاي وينها، هذا المايوسين وعفوا الاكتين وهذا المايوسين، راح ندرسهن بتمعن ونطب ليهن لجوة، تمام. هسه نشوف ثيك فيلمنت اللي هو المايوسين، اول شيء هذا وين المايوسين؟ هذا المايوسين وهذا الاكتين، تمام، تمام، عبارة عن ثيك، وها شفناها ثيك، شوفوا شلون ثيك، رود لايك تايل، تمام، يعني شكل التايل الممتد، يعني ذات تيرمينيتين تو جلوبولر هيد، يعني شنو وينتهي بتو جلوبولر هيد هيدز، يعني راسيا مثل الطوبه، هاي راسيا مثل الطوبه، يعني هو مثل ما بالصوره هيجي وينتهي هيجي، يعني بتو هيدز اللي هي هذا الهيد الاول وهذا الهيد الثاني، تمام، تمام. وين وصلنا؟ مايوسين هيدز، المايوسين هيدز تحتوي على موقعين، واحد يسمونه أدينوسين، تحتوي على جزيئة اي تي بي اللي هي أدينوسين ترايفوسفيت، وتحتوي على ان اكتيف أدينوسين ترايفوسفاتيز، تحتوي على اي تي بي فعال وتحتوي على جزيئة اي تي بي غير فعالة، وايضا تحتوي اللي هو هذا، انتبهوا هنا مهم، تحتوي على اكتين بايندينج سايت، تمام، هو هنا هذا اكتين بايندينج سايت وهذا اي تي بي بايندينج سايت، يعني شنو؟ يعني المايوسين إلى قابلية على الارتباط بالأكتين من خلال هذا الموقع، يعني أكتين بايندينج سايت معناها موقع ارتباط مع الأكتين، وهنا موقع ارتباط مع جزيئة ATP، وهسه نعرف شلون راح يرتبط ويا ATP الأكتين، ونعرف شلون يرتبط ويا ATP، وإذا ارتبطت ATP الجديدة إيش راح يصير؟ هسه نعرف إيش راح يصير. هاي كلها موجودة بالثيك فيلمنت اللي هو المايوسين. الثين فيلمنت، الثين مايوفيلمنت أو فيلمنت اللي هو هذا الثين اللي هو على شكل الطوبة ذني الفوق الأكتين، is comprised of G أكتين، يعني شنو G أكتين؟ معناها globular أكتين، معناها الأكتين الذي يأخذ شكل الكرة يعني مدور، arranged مرتب in double stranded helix، يعني درج، يعني كأنما درج وبي دبل، يعني هاي واحد وهاي اثنين سراوين ريزين هيجي، and two regulatory protein، هاي regulatory protein جدا مهمة، عدة بروتينات منظمة اثنين which are شن سميهن، واحد تروبومايوسين وواحد تروبونين، تمام. التروبومايوسين حسب كلام دكتور باسم زوين من أجل التوضيح، طبعا فكرة دكتور باسم هي، يقول انه التروبومايوسين هو الأب والتروبونين اللي هو الأم، تمام. هسه راح نجي نتوضح التروبونين تروبومايوسين كومبلكسز، يقول لك هاي معقدات التروبومايوسين والتروبونين راح تشلب بالأكتين، تمام؟
التاستوأكتين. وين التروبونين بالصورة؟ هذا التروبونين الأزرق، تمام؟ هذا التروبونين. زين وين التروبومايوسين؟ التروبومايوسين هذا الخيط الطويل كلش، تمام؟ هسه ندلينا شنو تروبونين وندلينا شنو تروبومايوسين، راح نشوف هن وين يتشلبن وش يسوون اذا تشلبن. اول شيء يتشلبن بالاكتين اللي هي هاي الاكتين، لان احنا قلنا الجي اكتين هو جلوبولر، تمام؟ مرتب جلوبولر، اخذ شكل الكره ومرتب كانه ما درج، هاي الجلوبولر وهذا ترتيبه كانه ما درج مبين، تمام؟ عرفنا الاكتين انه هاي الدعبلات الصغيره، وال شو اسمه والتروبونين هذا الازرق اللي هو الام، والتروبومايوسين هذا الاب اللي هو الطويل الكبير، تمام؟ اي هذا التروبومايوسين. تروبونين تروبومايوسين كومبلكسز، معقدات التروبونين تروبومايوسين تشلب بالاكتين، واحنا جاي نشوفها بالصوره انه هو ملتصقه بالاكتين، تمام؟ تو اكتين فيلمنت اند بلوك، هاي كلمه بلوك مهمه، بلوك معناها سيد مايوسين بايندينج سايت اون اكتين فيلمنت. احنا قلنا انه المايوسين بهذا الموقع اللي له القابليه على الارتباط مع الاكتين. زين يرتبط وين؟ يرتبط بهاي النقطه السوداء اللي راح ارسمها بالاحمر، تمام؟ اللي له القابليه يرتبط مع هاي النقطه، بس هاي النقطه مسدوده اكس. ليش مسدوده؟ لان هذا التروبومايوسين جاي عليها مسوي لها بلوك، تمام؟ وهاي الكلمه هنا يعني اعتبرها غير دقيقه جدا، تمام؟ هي مو غير دقيقه غير دقيقه، بس الاصح انه نقول تروبومايوسين، تروبو مايوسين، تروبو مايوسين هي الاصح، لان التروبونين حلال المشاكل، تروبو مايوسين ابو المشاكل، الام والاب، تمام؟ تمام. فيا هو اللي يسوي بلوك بالاحرى، مو التروبونين تروبو مايوسين، لا التروبو مايوسين فقط هو اللي يسوي بلوك، يحضرها ما يخليها شو اسمه، ما يخليها ترتبط مع مع شو اسمه مع المايوسين. المهم الدكتور شو يقول؟ يقول انه التروبونين هو الام والتروبومايوسين اللي هو الاب او الملك، تمام؟ المايوسين هذا خيوط المايوسين تريد تشوف الام عباره عن ولد فقير او رجل فقير. دكتور باسم يقول هذا عباره عن رجل فقير وحبه لبنيه اسمها الاميره اكتين، حب الاميره اكتين، تمام؟ حبها بعد صارت وحبها. زين هو رجل فقير، شلون اهل الاميره يقبلون به؟ مستحيل يقبلون به، لان هو رجل فقير، تمام؟ ابو الاميره يعني مصلحته اللي هو الاب اللي هو التروبومايوسين، والام لا الام حنونه يعني بها مجال انه تحاكي الاب تقول له يابا ترى هذا الرجل يحب الاميره اكتين، خليهم يلتقون مع بعض. وهسه نجي نشوف نطبق هذا الحكي. قلنا احنا التروبومايوسين اللي هو الاب نحس، فيسوى الاب التروبومايوسين اللي هو هذا التروبومايوسين راح يسوى. بالمناسبة احنا عندنا هاي، خلنا ناخذ جزء مكبر من الاكتين، خلنا ناخذ هاي الطوبة نرسمها هنا أنا. بها شنو؟ بها موقع يسمونه موقع نشط اللي هو الاكتيف سايت. هذا الاكتيف سايت هو هذا المكان اللي يجي التروبومايوسين، التروبو مايوسين اللي هو الرجل الفقير هنا يلتقي بالأميرة أكتين. هي هاي الأميرة أكتين، يعني هي بالأحرى هاي الأميرة أكتين هيجي، لازم بعد وياها وهم يجي واحد هنا ويصعد هيجي. المهم تمام، بس احنا ناخذ أكتيف سايت واحد، هذا الموقع الفعال هو اللي يجي المايوسين يلتقي بالأميرة أكتين هنا، تمام؟ بس يجي الأبو اللي هو عفوا مو التروبو مايوسين، عفوا المايوسين فقط، المايوسين اللي هو الرجل الفقير، المايوسين يريد يلتقي بالأميرة أكتين بهذا الأكتيف سايت مالتها، بس من اللي يجي؟ اللي يجي التروبومايوسين يسوي بلوك، يوخر المكان النشط مالتها، تمام؟ فنجي يجي ايش اسمه، يجي التروبومايوسين اللي هو اتفقنا عليه هذا التروبومايوسين، شي يسوي للاكتيف سايت اللي اشرت لكم يا فوق؟ الاكتيف سايت اللي هو موقع الفعال بالاكتين يسوي له بلوك، هذا الاكتيف سايت هذا يسوي له بلوك، ما يخلي المايوسين يجي يرتبط هنا، ما يخليه ابد، قلنا لان المايوسين رجل فقير. فشنو
انزيم عفوا بروتين التروبونين اللي هو هذا الام تمام، هذا التروبونين يجي يحاكي التروبومايوسين اللي هو هذا، شو يسوي هذا؟ يوخر التروبومايوسين عن الامير اكتين، بالتالي اذا وخره شو يطلع؟ يطلع هذا الاكتيف سايت، خلينا نفترض هذا، واذا طلع الاكتيف سايت من راح يجي يرتبط؟ راح يجي يرتبط المايوسين اللي هو الرجل الفقير. تمام ان شاء الله تمام. قلنا مايوسين بايندينج سايت، بالمناسبه احنا طلعنا من حكي الملزمه شويه، بس هو هذا المطلوب حتى تفهمون العمليه كامله. المايوسين بايندينج سايت او اكتين فيلمنت، هسه انتهينا عرفنا شنو في مايوسين تمام، وعرفنا بي جلوبولار هيد، وعرفنا بي اي تي بي، وعندنا اي تي بي ادينوسين ترايفوسفاتيز ان اكتيف، وعرفنا انه يريد يرتبط بالاكتين، والاكتين بي اكتيف سايت موقع نشط، بس هذا الموقع النشط يسد الاب النحس اللي هو الامير او الاب اللي هو تروبومايوسين، بعدين تجي التروبونين اللي هي الام الحنونه تحاكي الاب، يوخر عن الاميره اكتين، يجي المايوسين يرتبط بها. بس احنا هسه انا حكيت يعني شغلات يعني لغرض التوضيح، بس هي مطلوبه بصراحه يعني بشكل عام مطلوبه. هسه انتهينا من تركيبات الاكتين وتركيبات المايوسين وعرفنا ايش بيهم ما بيهم. نجي للكونتراكشن اوف سكيلتال مسل تمام، الكونتراكشن مالتها تقلص العضله الملساء، عفوا العضله الهيكليه. كونتراكشن اوف سكيلتال مسل سلايدنج فيلمنت ثيوري، طريقه ثيوري شنو معناها؟ معناها طريقه سلايدنج مال الخيوط العضليه. يعني شنو سلايدنج؟ معناها واحد يمشي على الثاني، واحد يروح باليمين واحد يروح باليسار حتى يسوون سلايدنج ويصير الكونتراكشن. هسه يعني واحد يروح هيجي واحد يروح هيجي، بالتالي يصير الكونتراكشن تمام. سلايدنج فيلمنت ثيوري اوف كونتراكشن اكزايتيشن كونتراكشن كابلينج. هسه نشوف اولا بالكونتراكشن مال سكيلتال مسل، نيرف امبولس طبعا احنا ما العضله الهيكليه ما تسوي كونتراكشن ليه؟ جهه تحفيز عصبي الاكشن بوتنشال او اي بي اسمه الثاني، يجيها من الموتور نيورون، من النيورونايه الحركيه، ارايف موتور اند بليت، موتور اند بليت اللي هي النيورو ماسكولار جنكشن، واحنا ماكو واحد وصل لهنا ما يعرف شنو معنى نيورو ماسكولار جنكشن. نيورو ماسكولار جنكشن معناها المساحه الموجوده بين العصب وبين العضله اللي راح يغذيها العصب اللي هي سينابتيك كليفت، ريزلتنج ان ريليس اوف اسيتال كولين تمام، اللي هي النيورو ترانسميتر انتو سينابتيك كليفت، بالسينابتيك كليفت مساحه تو بايند نيكوتونيك ريسبتر على البوست سينابتيك ممبرين، منتهين من عندها الاسيتال كولين، المستقبل مالته من هو الريكوتونيك ريسبتر، نيكوتونيك ريسبتر موجود على الممبرين مال البوست سينابتيك ممبرين، هذا الحكي كله ماخذينه ترى، وبالتالي ايش راح راح تفتح قنوات الصوديوم، وقلنا اذا طبت الموجبيه لداخل الخليه راح تصير اكشن بوتنشال جديده، بالتالي وجنريت نيو اكشن بوتنشال او اكشن بوتنشال راح جنريت وين؟ بالساركولم. هنا بدينا بالحكي العضلي، هذا كله اللي فوق عصبي واحنا ماخذين العصبي دارسينه ومكملين، هذا الساركولم تمام، ساركولم اللي هو غشاء البلازما مال الخليه العضليه. اكشن بوتنشال بروباجيت الونج ساركولم، يعني راح تسافر او تتمشى هيك تتمشى على الغشاء البلازمي مال الساركولم اند داون تي تيوبلز ريزلتنج ان ريليس اوف كالسيوم فروم ساركوبلازم كريتيكالم تو. شنو هالحكي هذا؟ منين جبته؟ هسه نروح نوضح هذا السلايد. اي هاي الصوره الساركولم، احنا قلنا من يصير اكشن بوت، هاي العضله، هاي صوره للعضله مو للاعصاب، تجي الاكشن بوتنشال تمشي تمشي وين؟ تمشي هنا بهاي البياض، شوفوه بهذا البياض تمشي تتمشى لحد ما وصلت الهاي الانفاجينيشن للانوارد اللي هي تي تيوبلز، هاي مو 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 انويه ترى، هاي الثقوب، هاي الثقوب للداخل، تخيل هذا الثقب شوفوه شلون نازل، ما راح تنزل، راح يطب الاكشن بوتنشال بهذا الثقوب، يمشي وين؟ يمشي ينزل لجوه، يطب له هاي الشبكه الصفراء تمام، هاي الشبكه من يوصل هو بالتي تيوبل، هذا التي تيوبل الابيض بالنص يمشي بي داير ما داير اللي في العضلي تمام، ايش راح يحفز الاكشن بوتنشال من يطب اللي بهذا البوري او الثقب او التيوب؟ راح يحفز هاي الشبكه الصفراء الساركوبلازم كريتيكولم، هي مو خازنه ايونات، راح يحفزها على اطلاق الايونات، احنا قلنا ستور الايونز، بالتالي راح يسوي؟ راح تطلق الايونات، من تطلق الايونات هاي الشبكه الصفراء
اللي هي ساركوبلازم كريتيكولم، وهذا الاصفر والابيض نسميه ساركو تيوبولر سيستم، لا تنسون اللي هو جدا مهم. تمام، راح تطلق ايونات الكالسيوم. خلينا نشوف ايش راح يصير بعد. احنا هسه نقرا النقطه الثانيه حتى نفهمها. قلنا اي بي اكشن بوتنشال راح تمشي خلال الساركولما وتنزل بالتيوب اللي جوه، بالتالي النزول هذا راح يولد لي كالسيوم، راح يطلق الكالسيوم من الساركوبلازم كريتيكولم، يروح وين؟ للمايوفايبرلز، يروح لهاي اللييفات الحمر هاي بالنهايه، لهاي اللييفات، شوفوها هاي اللييفات او اللي في العضلي، يمشي للي في العضلي. ايه للي في العضلي. تمام، ثلاثة، نقطة ثالثة، الكالسيوم راح يرتبط بالتروبونين. تمام، الكالسيوم هذا اللي طلقته آني وين راح يرتبط؟ الكالسيوم اللي طلقته آني راح يرتبط بهذا البروتين اللي هو بروتين التروبونين. هذا بروتين التروبونين من حاجة الملك أو من حاجة الأب، يعني هيك مجرد حاجة براحته، يعني العضلة تشتغل براحتها؟ لا، الحد ما أجي الأكشن بوتنشال من العصب انتقل وين؟ للعضلة، للمصل. تمام، ومشى بالساركولمة، مشى بالساركولمة وطب بالتي تيوبلز، نزل لجوه، من طب لقى له شبكة، من هاي الشبكة حركها حفزها طلع الكالسيوم ايونز. هاي الكالسيوم ايونز مشت وين؟ مشت على العضلة بالليف العضلي. تمام، مشت هنا، خلنا نقول بهذا الليف العضلي، هذا الليف العضلي، لقيت شنو؟ لقيت انه يابا اكو شيء اسمه تروبومايوسين لازق على الاكتيف سايت مال الاكتين وما يخليها ترتبط بالمايوسين. ايش سوت هاي؟ قالت لك انا ما ايونات الكالسيوم، قالت انا ما اروح مباشره للتروبومايوسين لان هذا كلش طويل ويكتني ممكن ياذيني، فايش راح اروح؟ راح اروح للواسطه اللي هو التروبونين. فانا اروح شو اسوي؟ اروح ارتبط مع التروبونين، تجي لهناك ايونات الكالسيوم اللي انطلقت، شوفوا انطلقت بسبب فعل العصب، العصب اللي هو اكشن بوتنشال، بالتالي هاي ردة فعل العصب وصلت للعضلة خلتها تطلق شنو؟ الكالسيوم. الكالسيوم وين راح؟ للليف العضلي اللي بي التروبونين. راح شو تسوي؟ راح ترتبط بالتروبونين. النقطة الثالثة، ارتبطت بالتروبونين. وين ما ارتبطت بالتروبونين؟ رأسا التروبومايوسين قبل شال ايده، وخر منها كل هذا البروتين الطويل كله، وخر من وخر اجت هذن الرؤوس كلهن مال مال مايوسين ارتبطن بذن السود كلهن بالاكتيف سايت مال الاكتين. تمام، هسه راح نكمل، هاي صوره جدا مهمه. مايوسين ادينوسين ترايفوسفاتيز، احنا قلنا انه المايوسين هنا يحتوي على انكتيف ادينوسين ترايفوسفاتيز، فهو ما دام انكتيف فلا بد يجوم يصير اكتيف. تمام، لازم يجي يوم يصير اكتف. ايه، فيقول لك يابا انه نقطة رابعة، مايوسين ادينوسين ترايفوسفاتيز از اكتيفيتد، راح يتاكتف، راح يشتغل بواسطة انشطار الاي تي بي. اي تي بي سبليتس، مو احنا عندنا اي تي بي واي عندنا ادينوسين ترايفوسفاتيز بالمايوسين اللي هو هذا، مثل ما ذكرنا ادينوسين ترايفوسفاتيز وعندنا انكتيف ادينوسين ترايفوسفاتيز، فهاش تسوي؟ هاي تنشطر سبليتس، هذا الانشطار مالته راح يولد لك جزيئتين اي دي بي او ان اورجانيك فوسفاتيز. تمام، هسه تقول شنو هاي الاورجانيك؟ هسه راح ناخذها. اي سبليتس ريزولتنج هاي انرجي مايوسين اي دي بي كومبلكسز، يعني راح ينتج لك جزيئات اي دي بي، الانشطار مالتها راح ياكتف الهاي الانكتف. تمام، ادينوسين ترايفوسفاتيز، وراح ينتج لي اي دي بي، وراح ينتج زائد ان اورجانيك فوسفاتيز. تمام، جزيئتين راح ينتج اي دي بي وان اورجانيك فوسفاتيز، وراح ياكتف لي الاي تي بي اللي ما مؤكتفه. مايوسين اتاش تو اكتين، المايوسين خيوط المايوسين هاي ولا هي مو جلوبولر هيد، انا ما رديتها. المهم هاي خيوط المايوسين تمام راح ترتبط بمن؟ راح ترتبط، تحملوا رسمي، خلينا نقول هيجي ترتبط مع من؟ مع اللي هي مو بهاي الكيفيه ترتبط، بس يعني خلينا نفترض احنا على مود نفهم الماده، نتخيل هيجي ترتبط
بما راح ترتبط بال بالأكتين. تمام، قايل هنا انه المايوسين اتاش تو اكتين فورميشن، راح يكونون اكتين مايوسين كروس بريدج، يعني عباره عن جسور مشتركه ما بين الاكتين والمايوسين. اي دي بي اند ان اورجانيك فوسفيت، طبعا هو هنا ما ذاكر لك انه ينتج اورجانيك فوسفيت، بس انت متى تجي تقراها هنا انا راح يعني تلطش مثل ما يقولون، وما راح تقول منين جتنا هاي جزيئه الان اورجانيك فوسفيت. انا يعني عرفت انهم من يعني بحثت شويه وعرفت انه الاورجن الان اورجانيك فوسفيت تطلع من الانشطار السبليتس مال الـ ATP. تمام، من هذا راح تطلع. المهم ADP and inorganic phosphate are released from myosin، هاي معلومة يعني انه يقول لك يابا الـ ADP والـ inorganic راح يطلع عن من الميوسين يتحررن، وهن اكيد من الميوسين، لان احنا شغلنا هنا قلنا انه الميوسين ATP ايس، وهو اصلا الميوسين بالاحرى هو اللي يمتلك ذن الـ ATP والـ inactive adenosine triphosphatase، فاكيد ذن راح يطلع من عنده، هاي شيء مو غريب يعني. أكتين and myosin filament slide on each other، هاي الكلمة جدا مهمة، هو ما دها وصلنا لهاي الكلمة يعني صار الكونتراكشن مال العضلة. تمام، شنو slide on each other؟ معناها انه الميوسين راح يروح بهذا الاتجاه فرضا، والأكتين راح يروح بهذا الاتجاه، يعني الميوسين هذا، هاي خيوط الميوسين، هاي كلها راح تروح هيجي، وهاي خيوط الاكتين كلها راح تروح هيجي، بالتالي صار سلايدنج اون ايتش اذر، هو هاي معنى سلايدنج اون ايتش اذر، واحد يروح بهاي الجهه واحد يروح بهاي الجهه، من يصير هذا سلايدنج اون ايتش اذر معناها صار الكونتراكشن. تمام، هذا صار الكونتراكشن مال العضله، هو كونتراكشن بسيط يحتاج هواي سلايدنج اون ايتش اذر عفوا حتى يصير فول كونتراكشن. عفوا زين، احنا قلنا هنا بالميوسين بهذا راس الميوسين قلنا اكو مكانين. تمام، هذا راس الميوسين قلنا اكو مكانين، مكان لارتباط الاكتين، عفوا مكان لارتباط الاكتين اللي هو هذا، منتين من مكان يرتبط ويا الاكتين حتى يسوون تقلص للعضله، والا العضله شلون تتقلص ويسوون سلايدنج اون ايتش اذر، وهذا الاي تي بي بايندينج. زين، هذا مكان للتقلص، انتهينا من عده للارتباط مع الاكتين من اجل التقلص. زين، هذا المكان اللي لحد الان ما استخدمناه، هذا المكان هو ما دام هذا للاكتين ارتباط الاكتين ويسوي الكونتراكشن، هذا يرتبط مع الادينوسين ترايفوسفاتيز ويسوي لي ريلاكسيشن، والا العضله خو ما ظل شاده يصير بها اجهاد. فيقول لك هنا انه اذا اجت نيو ادينوسين ترايفوسفاتيز اتاش تو مايوسين، لان هو عنده مكان يستقبلها قلنا هسه، مايوسين هي ترتبط براس المايوسين، ريلاكسيشن اكر، راح يحدث الريلاكسيشن. تمام، تمام، يمتى يصير الريلاكسيشن؟ الريلاكسيشن من تجي النيو ادينوسين ترايفوسفاتيز، ذا سايكل از ريبيتد، يقول لك هاي الدوره راح ريبيتد تنعاد انتل فول كونتراكشن، تنعاد لحد ما يصير الكونتراكشن الكامل، تقلص الكامل. هنا الحكي مهم، الكالسيوم اللي طلع لي من الساركوبلازميك ريتيكولم، تمام، اللي طلع لي من هاي الصورة، طلع لي من هنا، طلع لي من هاي الصفرة، وراح حفز لي التروبونين، وقال لي يابا احكي التروبومايوسين، وفل التروبومايوسين من الاكتين، وخلى الارتباط يحدث اللي هو مال الاكتين مايوسين كروس بريدج. تمام، زين، هذا الكالسيوم صاحب الفضل علي، معقوله راح يظل هيك تايه باللي في العضلي؟ خلينا نشوف ايش راح يصير للمايوسين، عفوا للكالسيوم. الكالسيوم صاحب فضل، هسه خلينا نشوف ايش راح يصير به. نقطة 10، كالسيوم must be pumped back into the sarcoplasmic reticulum. يابا الكالسيوم انت ما استخدمته وعفته هيك، لازم ترجع وين؟ لازم ترجع على الشبكة مالته. خلصت من شغلك؟ رجع المكان رجع الحاجة لمكانها. أنا ما أدري ايش بيه اليوم، المهم رجع الحاجة لمكانها، الكالسيوم سوى لك شغل ويل تروبونين وخلاه يفل التروبومايوسين، خو مو ذبيتش، رجعه للساركوبلازميك ريتيكولم. يقول لك اذا ما رجع الكالسيوم للساركوبلازميك ريتيكولم doesn't return to SR abnormal contraction راح يحدث، يعني تقلص غير طبيعي اللي هو الكونتراكتشر، تشنج بالعضله راح يصير. تمام، بعد ما هاي انتهينا من عندها، اكو معلومه يقول لك انه بعد ما يموت الانسان after death there is no ATP
ماكو اي اي تي بي جديده. There is no ATP and muscle fibers. There is no ATP. تمام. ويقول لك ما دام ماكو ATP المسل فايبر كان نوت ريلاكس، اللي في العضل ما يقدر يسوي ريلاكس، بالتالي ايش راح يصير؟ بالتالي راح يصير ابنورمال كونتراكشن جديد نسميه ريجر مورتيز. ريجر مورتيز يسبب بسبب من؟ بسبب الديث. زين شنو شغل الاي تي بي هنا؟ اكو احد يسال هسه؟ تقدر توقف الفيديو وتسال نفسك، توني شرحتها. احنا ليش المسل فايبر ما يقدر يسوي ريلاكسيشن؟ لان ماكو اكشن ماكو ادينوسين ترايفوسفاتيز جديد. زين الادينوسين ترايفوسفاتيز شو اللي دخل بالريلاكسيشن؟ المفروض هسه انت تجاوب هذا السؤال، توقف الفيديو وتجاوب. الجواب هو انه المايوسين هيد، تمام، بمكانين، بمكان يرتبط مع الاكتين ومكان يرتبط مع الاي تي بي. تمام. فمن تجي نيو اكتي نيو اي تي بي ترتبط هنا بالمايوسين، الريلاكسيشن راح يحدث. تمام. الريلاكس راح يحدث الريلاكسيشن حسب هذا الكلام اللي هو النقطة الثامنة. when a new action potential attached to myosin head relaxation occur، لأن قلنا myosin head ب مكان لارتباط الأكتين ومكان من أجل contraction ومكان لارتباط ال ATP من أجل ال relaxation. وإن شاء الله بسيط، ترى العملية جدا حلوة وبسيطة، بس اقروها على الرسم وتخيلوها تخيل. الحفظ جدا قليل، الفهم نسبته جدا قوية. وهاي الحالة الأخيرة اسمها ريجر مورتيز بسبب الموت. تمام. وبس إن شاء الله يكون شرح واضح. بالتوفيق. شكرا.